الجزائر تحية. من الجزائر، من هذا المنبر، ابن جزائري، ابن الجزائر، نحن الجزائريين جيشا وشعبا كلنا مع فلسطين في محنها بالبارحة واليوم وغدا بإذن الله إلى أن يرث الأرض وما عليها. نحن فلسطين والجزائر شعب واحد، والقدس واحد، والموت واحد، والاستشهاد واحد مع فلسطين. نطالب هيئة الأمم المتحدة، كل دول العالم، أن يعترفوا بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة حرة، عاصمتها القدس الشريف. هذا من جهة. وأطالب الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي بطش بإخواننا في فلسطين أن يقطعوا العلاقات مع هذا الكيان. أنادي مرة ثانية الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني، أناديها بقطع العلاقات فورا، ونطالب بمنح فلسطين مقعدا دائما في الأمم المتحدة ذات سيادة وذات حدود وعاصمتها القدس الشريف. هذا نهار عظيم، نهار عظيم، وحنا الجزائريين دائما مع شعب فلسطين، دائما نطلبوا ربي فلسطين تتحرر عن قريب، وهذا الصهاينة نطلبوا ربي يجيب الفيضان اللي يكمل مع هذه الزريعة المرة. ودائما فلسطين، احنا دائما مع فلسطين، الجزائر فلسطين، وفلسطين الجزائر، ودائما يكون النص على القريب ان شاء الله، ويحفظ الجزائر ويحفظ فلسطين، ودائما الجزائر واقفة. وغادي نقول انا العرب، العرب اتحدوا، ونعاونوا اخواننا، راهم يموتوا، نعاونوهم. تحية فلسطين، لا يحب الشهداء، جزائريين وفلسطين خاوة خاوة، تحية الجزائر، ونروحوا إن شاء الله نصلوا في قدس إن شاء الله يا ربي، هكا الله يرحم الشهداء، نعطينا الشهداء الأولين تاع الجزائر، ونزيدوا تاع الشهداء تاع فلسطين، تحية الشهداء، وقفوا يا رجال. اليوم المسيرة الكبيرة الضخمة اللي راك تشوف فيها في ولاية مستوى غانم هي أقل حاجة اللي نمدوها للشعب الفلسطيني، للأعزل يباد حاليا من طرف الصهاينه لاخواتنا في غزه. غزه ابناء غزه هم ابناء الجزائر، ابناء الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني، هما بلد واحد وهما شعب واحد، وان شاء الله وربي الشعب الجزائري يقدم كل الدعم الكامل لاخواننا الفلسطينيين ماديا ومعنويا. الشكر الجزير للشعب الجزائري بصفه عامه، والشعب المستغني على هذه الوقفه، والذي نحن كفلسطينيين احساسنا ان موجودين نحن الان في غزه وفي الضفه، في القدس، في كل مكان في فلسطين. الشكر 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 الكثير لهذا الشعب، الشعب المليون ونصف مليون شهيد الذي هو واقف دائما وابدا معنا كشعب فلسطيني. واشكركم كل الشكر، لا استطيع التعبير كأنا كفلسطيني هنا موجود، اشكركم. هذا الشيء الوحيد الذي اقوله. أبت منظمه المحامين ناحيه مستغانم وكل محامين الوطن ان يقفوا وقفه رجل واحد مع فلسطين ظالمه او مظلومه. تحيه فلسطين، تحيه فلسطين، تحيه فلسطين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ بان المقاومه تدافع عن الامه العربيه والاسلاميه بالوكاله. تسقط في تحيه فلسطين، تحيه فلسطين، رغم ان القوه الظالمه بقياده امريكا تهيمن على العالم كله، ها هي المقاومه تدافع عن الشعوب المحرره. تحيه فلسطين، نحن مع فلسطين ظالمه ام مظلومه. احنا نطلبوا ان شاء الله فلسطين تتحرر، ويردوا علينا الغبن، الغبن راه بزاف، وراهي ما احنا ماساه راهي بزاف، وما ناش طايقين كمواطنين، ما عندناش الله غالب، ما تقولناش كي نديروا. نتمنى ان شاء الله تكون فلسطين حره،
وتكون إن شاء الله مستقلة، والقدس تكون حرة إن شاء الله بحول الله، وغزة إن شاء الله تكون حرة بحول الله يا رب. اللهم شافي المرضى، اللهم ارحم موتانا وارحم موتى فلسطين يا رب. اللهم احفظنا يا رب من قوم الكفار، القوم الصهاينة اليهود لعنة الله عليهم. والله ينصر القدس ونصر الإسلام، وما جاتناش غزة قريبة، كنت كل دارو ودينا نديرو حنا مخالب، ودينا ضحوا هذه البلاد وجابوا هذه البلاد، وبلاد الشهداء مازالوا واقفين على رجول تاعهم وما خافوش. حنايا حنا الجزائريين عنا روح وطنية، عنا دم واحد متحدين، وعنا النيف. نحن هنا في ساحة البلدية، ساحة البلدية أمام بلدية مستغانم، لنعبر عن شعورنا مع فلسطين. فلسطين، نحن مع فلسطين، مع غزة، مع إخواننا في غزة الذين يقتلون بآلة الهمجية الصهيونية. نحن مع فلسطين، لن نترككم وحدكم، نحن معكم، نحن معكم شعبا وحكومة، دولة وشعبا، نحن معكم يا فلسطين، لن نترككم إلى آخر رمق، نحن معكم إن شاء الله. النصر لفلسطين كما انتصرت ثورة الجزائر. نحضر مسيرة تاع الشعب الجزائري وسكان ولاية مستغانم. ما نشاهده اليوم هو أنه الشعب هذا لبى نداء القلب من أجل نصرة القضية الفلسطينية، من أجل الوقوف ومؤازرة إخوانهم في فلسطين الذين يتعرضون لأبشع صور الإبادة الجماعية ومجازر يندى لها الجبين لم يشهد لها مثيل التاريخ المعاصر. نحن دائما مع إخواننا في فلسطين، وما أحسن إلا نقول ربي ينصرهم إن شاء الله.